إذن حول آخر الأرقام والمستجدات الحية للساعات الأولى للاقتراع ونسب المشاركة المعلنة في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، تطلعنا على كل هذه التفاصيل الزميلة إنصاف الحموتي من غرفة الأخبار. إليك إنصاف مجددا. نعم لينا، إذن بدأت تتكشف نسب المشاركة في الانتخابات في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية والتي توجد خارج حدود البلاد، وكانت قد فتحت مراكز الاقتراع يوم أمس. تم الإعلان عن نسبة المشاركة الرسمية في إقليم غويانا وهو أحد أقاليم ما وراء البحار، وقدرت ب 28.8%، وهي أكثر بنقطتين مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية لعام 2022. كذلك في أرخبيل كاليدونيا الجديدة ارتفعت نسبة المشاركة في الجولة الأولى بشكل حاد في منتصف النهار مقارنة باقتراع 2022، ووصلت إلى 32.39% مقارنة بحوالي 13% عام 2022، وهو فارق مهول جدا. بالعودة إلى عملية التصويت في الداخل الفرنسي، شهدت مدينة نيس أعمال عنف في أحد مراكز الاقتراع، حيث أقدم شخص على منع فتح المركز واعتدى جسديا على رئيسه قبل أن تعلن الشرطة إلقاء القبض عليه، وتعزيز الأمن حول مراكز الاقتراع في المدينة. بعيدا عن نيس، تداولت الصحافة الفرنسية صور أبرز السياسيين الفرنسيين وهم يدلون بأصواتهم قبل قليل، على رأسه الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء السابق إدوار فيليب، بالإضافة إلى رئيس حزب التجمع الوطني جوردان باردلا الذي أدلى بصوته في منطقة أودسين. سنعود إليكم أكيد بالمزيد في باقي النشرات. شكرا لك إنصاف.